جت من فراغ فعلا. كمية المنشن اللي جتنا عليكم، كمية محبة الناس، واللي نشوفه حتى عند الأبواب قبل شوية يمكن ما أخر التصوير للأولاد اللي داخلين يتصورون معكم، والله ما جت من فراغ. نهنيكم ونقول لكم استمروا على هذا النهج، ومحبة الناس والله إنها ما تجي من فراغ. شكرا لكم يا شباب. العفو. شباب المنطقة وشاركونا اليوم جروب أبو أنس، الله يحييهم. الله عندكم يا أبو، الله يحييكم. تحيات السير عند إخواننا في عسير، وحنا منهم وفيهم. ونعم جيناكم والله العظيم من غلاكم ووصلناكم، فالله يحييكم عند إخواننا في عسير، ومرحبا ومسهلا ملايين. حياكم مرحبا. الله يطول بعمركم، يكثر خيركم. عيشوا بطبيعتكم، واحنا لكم منا نعيش بطبيعتنا. أول شيء أنا باسمي وباسم شباب القروب، الله يسعدكم، نشكر أهل عسير كاف، الله يسعدكم، على حسن الضيافة والاستقبال والكرم والضيافة، وهذا شيء ما هو بغريب عليكم. إي والله نتعلم منكم الشيء الكبير والشيء الكثير، ويحمل قيم ومعاني كبيرة جدا ومبادئ حقيقة نتعلم منها الشيء الكثير. شكرا لكم، شكرا للسنيدي حقيقه، يعني احرجتونا بالشيء اللي شفناه، هذا شيء كبير واحنا والله ما نستحق هالشيء ابد. الله يرحمه. الله صلاتي ما خلي شنو نقول لهم من كذا، والله واجهك وجه القهوة. ايه حط فنجان قهوة لحبيبي. المحتوى اصعب شيء في الحياة صناعة المحتوى. حياكم الله، نورتونا. هلا في قهوة. ما شاء الله ما شاء الله. باسمنا وباسم أهالي منطقة عسير نقول لكم ضيفك هو ضيف عسير كلها. شكرا لكم على روحكم الجميلة، على محبة الناس لكم. نقول لكم استمروا على هذا الإبداع، بيض الله وجهكم. وجهك يا أبي والله. محبة الناس هذه ما جت من فراغ. فعلا كمية المنشن اللي جتنا عليكم وكمية محبة الناس، واللي نشوفه حتى عند الأبواب قبل شوية يمكن ما أخر التصوير للأولاد اللي داخلين يتصورون معكم، والله ما جت من فراغ. نهنيكم ونقول لكم استمروا على هذا النهج، ومحبة الناس والله إنها ما تجي من فراغ. شكرا لكم يا شباب. العفو. وشاركونا اليوم جروب أبو أنس، الله يحييهم. الله عندكم يا أبو، الله يحييكم. تحيات السير عند إخواننا في عسير، وحنا منهم وفيهم. ونعم والله يحييك. والله العظيم من غلاكم ووصلناكم، فالله يحييكم عند إخواننا في عسير، ومرحبا ومسهلا ملايين. حياكم الله يحييك. طول عمركم. حياكم الله، ويكثر خيركم. عيشوا بطبيعتكم، واحنا لكم منا نعيش بطبيعتنا. اول شيء انا باسمي وباسم شباب القروب، الله يسعدكم، نشكر اهل عسير كاف، الله يسعدكم، على حسن الضيافه والاستقبال الرائع. استاهلوا حقيقه، وجدنا والتمسنا فيكم وفي كل من نلاقيه في شوارع وطرق عسير. التحيات والترحيب والكرم والضيافة، وهذا شيء مو بغريب عليكم. اي والله نتعلم منكم الشيء الكبير والشيء الكثير. دقيقة. ومبادئ حقيقة نتعلم منها الشيء الكثير. شكرا لكم، شكرا للسنيدي حقيقة، يعني احرجتونا بالشيء اللي شفناه، هذا شيء كبير واحنا والله ما نستحق الشيء هذا. لكن ما نقول لبيب الله وجيه، تكثر الله خيركم، واهلا وسهلا فيكم في شاليهنا البسيط. الله يسعدك. الله يطول. احلى ترحيبه هسويه، مساكم الله بالخير. الله يحفظك. شكرا لاهل عسير. ارحبوا ترحيب المطر النهائي. وشكرا لاخواني السلام. ارحبوا يا مرحبا السلام. ارحبوا بدويش. أحب المطار والنهار والسيول والجسم والجسم. كمل عادي. امشي على
يا العسير يا ابو علي يا هلا والله يا هلا والله يا دخل الله يعطيك العافيه منور والله وجودك الطيب والمراجع رجال ولكن رجاجيه ابو عزوز تغير وجهك خلاص اسقطت بيننا زي ما يقولون الرسميه مالكم انكم من هالمجال عشانكم اهنيه باسم الشباب حق واجب اقول يا بدر